السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير والأهل كذلك في تمام الصحة والعافية. أخوكم عمر زلولي من مدينة هوارة. الفيديو ديال اليوم قررت نديره بلا مقدمات، بغيت نخليكم تكتشفوا معايا المناظر الخلابة اللي كتميز بها مملكة النرويج. كما كتلاحظوا غادي تكتشفوا معايا في الفيديو باللي النرويج بلد كيتميز بالتنوع الجغرافي ديالها. كما غادي تشوفوا غابات شاسعة وأشجار ونباتات كثيرة، بالجانب كاينين جبال وحيوانات من ماشية وأبقار إلى غير ذلك، وغادي نخليكم تكتشفوا كل التفاصيل في هذا الفيديو هذا إن شاء الله. خليكم معايا. بالجانب كاين بحيرة كبيرة جدا كتميز بصفاء ونقاء المياه ديالها، اللي كتغذي هذه البحيرة ثلوج اللي كتسقط على مدار فصل الشتاء واللي كتدوب وكتوصل لهذه البحيرة عن طريق الشلالات الصغيرة والكبيرة. المهم اخوتي، الفيديو ديال اليوم اخترت لكم منطقة بلقدان على وزن سبت القردان، قرية بلقدان الجميلة والرائعة. بغيت نقربكم من مظاهر الحياة الريفية بالنرويج، وبالضبط غادي نزوروا جبلين، جبل فانفيل وجبل أورنينابين. غادي تكون اخوتي الرحلة سيرا على الاقدام. غادي نبداو الرحلة او المرحلة ان شاء الله من واحد المكان كيتسمى درب الخيول او معبر الخيول. هذه هي نقطة الانطلاقة وصولا الى جبل فانفيل كمرحلة اولى ان شاء الله، وغادي نواصلوا السير تجاه جبل أورنينابين. من فوق قمة هذا الجبل غادي نستمتعوا بسحر وجمال الطبيعة ديال هذه المنطقة. دراهي ما تمشيو فين، خليكم معايا، يلا ليتس جو. اخوتي من بعد ساعتين ونص تقريبا ديال المشيه وصلنا لهاد البلاصه هادي. انتم اخوتي الطبيعه كيفاش دايره. المهم انا دايرين واحد المسابقه، فاش كتوصل لهاد البلاصه هادي كاين واحد الصندوق كتكتب فيه الاسم ديالك والرقم الهاتف ديالك، وفي كل نهايه ديال كل صيف كل سنه كيديروا قرعه وكيهزوا واحد كيتصلوا به. كاين ما عرفش الجائزه شنو هي كتكون، ولكن تما على حسب كل عام اش كيعطوا الجائزه. المهم انا قيدت السميه ديالي والنمره ديالي. المهم انتم اخوتي كما كتشوفوا الطبيعه كيفاش دايره، شي حاجه اللي واعره. يلا نخليكم تستمتعوا بهذه المناظر هادو، نتلاقاو في نهايه ديال الفيديو.
تقريبا شي ساعتين ثاني ديال الطريق وغادي تشوفوا الفيو كيفاش داير من اعلى القمه ديال الجبل هذا ان شاء الله. خليكم الطريق بيس. ها احنا الخوت دابا وصلنا للقمه. انتم اخوتي شوفوا المنظر كيفاش داير من الفوق، يا سلام. اصدقائي وصلنا للمرحلة النهائية من الرحلة ديال اليوم، من بعد ما مشينا مدة ساعتين تقريبا من اخر محطة اللي كانت هي جبل فانفيل. بدينا الانطلاقة على بركة الله للمرحلة الثانية اللي بدات من معبر الخيول، وحنا كنتواجدوا الان في هذا المكان الرائع والجميل اللي هو قمة جبل اورنينابين. هذا المكان كيرتفع على مستوى سطح الارض ب 600 متر تقريبا، مع اطلالة رائعة على بحيرة بيغلاند فوغدان. المهم اخوتي قبل ما ننسى الفيديو ديال اليوم، كنبغي نشكركم جميعا وبدون استثناء على مشاهدة الفيديو حتى النهاية ديالو. المهم الى عجبك الفيديو ما ترددش تشاركه مع الاصدقاء ديالك. قبل ما تخرج ما تبخلش علينا بلايك وتعليق محفز وكذلك الاشتراك في القناة. كل الشكر والتقدير والحب اصدقائي. كان معكم عمر زلولي، السلام عليكم.